أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو علاء سوري مقيم بالرياض يقول: دخل أخي المستشفى لمدة 4 أيام ولم يصلي نظرا لأنه كان مستلقي على السرير، وبعد أن خرج صلى هذه الصلوات مرتبة. هذا أخطأ خطأ كبيرا، واجب أنه صلى ولو كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كما في الحديث: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك الصلاة ويقول إذا خرجت أصلي، لا يجوز هذا. يصلي على حسب حاله، وإن استطاع الطهارة بالماء فعل، وإن لم يستطع فيتيمم بالتراب. الحمد لله. نعم.